بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نبدا باذن الله تعالى في هذا اليوم، نسال الله سبحانه وتعالى توفيق السداد، نبدا بدراسه متن الدروس المهمه لعمل الامه للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. تكلمنا بالامس سبب الدراسة لهذا المتن نصيحة العلماء، ولأننا طلاب والطالب لابد أن يرجع بطلب العلم إلى النهج والطريق الذي خط لنا العلماء. وهذه الدروس المهمة عما سماها المؤلف رحمه الله تعالى مهمة. لو قال القائل، وهذا ذكرناه بالأمس أيضا، لو قال القائل نعم هذه الدروس مهمة لكن مهمة لعامة العلماء، أنا لست من عامة العلماء، أريد أن أدرس الواسطية أو زاد المعان، زاد المستقنع مثلا أو كذا من الكتب. ذكرنا لكم بالأمس أن بعض الطلاب هدانا الله إياه تكبر على العلم والعلماء عجب وغروب، ولا يريد أن يسلك الطريق الذي سلكه العلماء. فنسأل عما في هذه الدروس من مثلا شروط لا إله إلا الله، شروط الصلاة، أركان الصلاة، فروض الصلاة، سنن الصلاة، وقتلات الصلاة، شروط الوضوء، فروض الوضوء، نواقض إذا عرف الحمد لله هذا يعني طالب علم. لكن إذا لم يعرف هذا قل عامة الأمة أحسن منك، لا تكبر، هذا حال الطالب. طالب له حق مع نفسه، وذكرنا لكم بالأمس منها من هذه الحقوق الإخلاص والزهد والقناعة والورع والصدق والتواضع. ولا يمكن أن تكبر وترفع على الناس، وترفع خاصة على العلماء وعلى العلم. فبعد هذا لو أردنا أن نفهرس هذا الكتاب، وذكرنا لكم أيضا أن الطالب عندما يمتلك كتاب أو يهدى عليه كتاب ينظر أقل ما يكون في الفهرس وفي المقدمة. هذه الدروس فهرسها الشيخ رحمه الله تعالى وجعلها دروس. خلاصة هذه الدروس أن في هذا المتن المبارك فيه كيفية حفظ القرآن، وفيه ما يتعلق بالتوحيد ومضاد التوحيد وهو الشرك، وفي هذا المتن أيضا ما يتعلق بالصلاة من ذكر شروط الصلاة وكان الصلاة وإجابات الصلاة وسنن الصلاة وطلات الصلاة، وكذلك ما يتعلق بالوضوء. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بتقصير الميت وتكفير الصلاة عليه، وذكر الآداب والأخلاق الإسلامية، وهذا أهم ما يكون. سيأتي إن شاء الله تعالى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية في آخر العقيدة ذكر، قبل أن يختم هذه العقيدة ذكر ما يتعلق بالآداب والأخلاق، وأن من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة وباطنة. العقيدة لا بد تظهر على سلوك العبد. نعم، الدرس الأول. الدرس الأول ما هو؟ أنا الآن ذكرتها. ما هو الدرس الأول؟ أخوان ذكرنا كل يوم نذكر بهذا. ما الذي يتكلم؟ الذي وجه لي السؤال يرفع سرعة استئذان له. نعم أخ. هو الله إلى النبي. فتح الله عليك. الآن ذكرت ما هو الدرس الأول. نعم. نعم. نعم، كيفية حفظ القرآن. ما هو حال السلف مع القرآن؟ هل كان السلف الصالح رضي الله عنهم يقرؤون القرآن أو يحفظون القرآن دون النظر في معاني الآيات ولا التثبت ولا لا؟ هل تركوا حفظ القرآن؟ لا. إذا حال السلف وصل
في كل يوم يقرأوا 10 آيات ويحفظوها وانظروا في معاني هذه 10 آيات وتدبروا واستعينوا بالله على العمل. إذن في كل يوم حفظ، وفي كل يوم نظر وتدبر، وفي كل يوم استعينوا بالله على العمل. هذا حال السلف مع القرآن. إذا لم يتركوا حفظ القرآن، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذا لم يتركوا حفظ القرآن ولم يحفظوا دون تدبر، حفظوا مع تدبر واستعان بالله على العمل، مفهوم؟ إذا لابد أن نكون على طريقة السلف، لأن طريقة السلف ليست كلمة تقال باللسان، لابد أن يصدقها العمل. فإذا قال لك رجل أنه يسير على طريقة السلف تسأل ما هو حالك مع القرآن؟ هل في كل يوم تحفظ؟ إذا قال لا تقول أنت لست على طريقة السلف، لأن طريقة السلف في كل يوم يحفظ القرآن 10 آيات، هذا أقل ما يقال يعني في حفظ القرآن، أنه يحفظ 10، قد يزيد على هذا. ثم ينظر في تفسير هذه الآيات واستعين بالله. لو قال لك قائل، جاءنا هذا الأخ مثلا وقال طيب أنا ما أستطيع هذا، 10 آيات تأخذ معي أحيانا في التفسير، في تفسير هذه الآيات أحيانا تأخذ معي 3 ساعات، وأنا أقرأ في تفسير كذا وفي تفسير كذا وفي قرطبي والطبري وابن كثير واحد. نقول له من قال لك أن تقرأ في هذه الكتب؟ لو ترجع للعلماء ذكرنا هذا، رجعنا للعلماء، ماذا يقرأ الطالب المبتدئ التفسير وهو يحفظ؟ قال يقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. لماذا؟ قال تفسير مختصر، ولا يستطيع أحد يعني من العقلاء العلماء أن يقول أن هذا ليس على طريقة السلف. وهذا لا يكلف أحيانا، يعني القراءة في تفسير ابن سعد لا يكلف أحيانا في هذه 10 آيات 5 دقائق، وهذا سهل جدا. واختار العلماء هذا التفسير لأنه تفسير مختصر سهل واضح يفهم كل أحد ولله الحمد، واعتنى فيه بالعمل بالقرآن، وهذا الذي نريد، نعمل بالقرآن. فدائما يكون معك هذا التفسير. هذه الكتب المهمة اللي ذكرناها بالأمس، ذكرنا كتب التوحيد، واليوم ذكرنا كتاب التفسير، وذكرنا فيه الحديث بلوغ المرام. فيكون على هذا، يسير على هذا، وبإذن الله يعني سيرى ثمرة القراءة من هذا الكتاب. في بعض الدكاترة عندنا دكتور في التفسير يقول، قال لي عندما كنت يعني في أول الطلب كنت أقرأ في تفسير ابن سعد ثم أنتقل إلى تفسير كذا وتفسير كذا وتفسير كذا وتفسير كذا. يقول الآن بعد أن فتح الله علي أصبحت أستاذ دكتور في التفسير، عندما أقرأ في المطولات أرجع إلى تفسير ابن سعد أجد أن الشيخ رحمه الله جمع كل ما في هذه المطولات بكلام مختصر سهل واضح. فأخذت أفكر، أقول لو أنني في أول الطلب عكفت على تفسير ابن سعيد لكان خير لي. إخواننا لابد نرجع إلى العلماء في قراءة الكتب وفي كذا. إذا هذا حال السلف مع القرآن، وسط، لا إفراط ولا تفريط، لأن هناك من يحفظ القرآن دون تدبر ولا عمل، وهؤلاء هم الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، خوارج. يوم يقول يهديك ما يقف السهم من الرمي. والله علم مطالب يعني يدعي على طريقة السهم، وتسأل عن تفسير الفاتحة لا يدري عنها وهو كررها في كل ركعة، ما يمكن. إن شانئك هو الأبتر، ما معنى شانئك؟ يقول لا أدري. هذا هجر القرآن، يعني لا يعرف شيء. ويبحث مثلا البعض يريد يتعلم اللغة التركية، يريد يتعلم كذا، يريد يتعلم كذا. أقل ما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله،
يقول أقل ما يقرأ في التفسير أن تقرأ تفسير الفاتحة ومن الضحى للناس قصار السور. هذا ما يكلفك شيء أخي، وتستطيع أن تبث هذا بين الناس. يعني تسأل هذا الأخ اليوم مثلا، تقول ماذا قرأت اليوم في الصلاة، في صلاة الظهر؟ يقول قرأت الفاتحة. وبعد الفاتحة يقول ماذا قرأت؟ يقول قرأت أن أعطينا الكوثر، سورة الكوثر. يقول ما معنى شان يعقل؟ يقول لا أدري. يقول اسمع، يعطيك فائدة اليوم، تراجعك تفسير بن سعد، أو ابحث عن معنى شان يعقل وتخبرني عنه إن شاء الله تعالى في صلاة العصر. هذا نمشي مسير. طيب هذا الدرس الأول. الدرس الثاني ما يتعلق بالتوحيد وما يضاد التوحيد، هذا أخذنا شيء منه ولله الحمد في الأصول الثلاثة وفي القواعد الأربعة. أخذنا في الأصول الثلاثة تعريف التوحيد وأقسام التوحيد ومعنى لا إله إلا الله وأركان الإسلام والإيمان والإحسان. يبقى معنا يعني ما أضاف الشيخ هنا رحمه الله شروط لا إله إلا الله. ذكرنا لكم بالأمس أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن المفتاح لا يفتح إلا بالأسنان. هناك من يقول لا إله إلا الله ولا تنفع. نعم، لماذا؟ لم يأتي بشروط لا إله إلا الله. من يذكر لي شروط لا إله إلا الله؟ إخوانا اتفقنا أن تحفظ، ثم هذا الأمر يعني لا بد أن يكون معروف شروط لا إله إلا الله. قال لك الكافر بين لي شروط لا إله إلا الله حتى أتي بها. تقول لا أدري. قل اذهب أنت أولا حتى تدخل في الإسلام إذا لا تعرف شروط لا إله إلا الله. مشكلة. نعم أخي. العلم أم نفي الجهل؟ الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله العلم. اليقين أم نفي الجهل؟ يعني ما معنى العلم؟ ما معنى العلم في شروط لا إله إلا الله؟ ما معنى العلم؟ العلم ضد الجهل؟ أو العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكه جازما؟ ما معنى؟ ما معنى أن من شروط لا إله إلا الله العلم؟ ما معنى؟ أحد يعلم؟ إخواننا الآن الذي لا يحفظ الشروط، طيب ما معنى العلم في شروط لا إله إلا الله؟ ما معنى العلم في شروط لا إله إلا الله؟ العلم هو الذي ينافي الجهل بمعناها. الله يفتح عليك. العلم بمعنى لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. إذا الذي يقول لا إله إلا الله ويعلم معناها تنفعه؟ لا تنفع. إذا لا بد يعرف معناه لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمد عبد رسوله، أنه عبد لا يعبد، رسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. علم معناه ضد هذا الجهل. قال هو العلم وضد العلم الجهل بمعنى لا إله إلا الله. نعم. اليقين منافي للشك. اليقين المنافي للشك، يعني لا يمكن أن يشك واحد منها في أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولا يشك واحد منها أن محمد عبده ورسول، عبد الله عبد رسول الله وكذا، ما يشك أبدا. لو شك فهو كافر صلى الله عليه وسلم. نعم. الإخلاص المنافي للشرك. لأن لو يقول لا إله إلا الله ويشرك لا تنفع لا إله إلا الله. مثال يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله محبة الله تعالى، هل تنفع؟ تنفع؟ والله ما تنفع. طيب عندي سؤال. هذا الأخ يقول أن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك. ما حكم الرياء؟ من يعرف؟ اللي يعرف يرفع أسرعه. ما حكم الرياء؟ نعم. شرك أصغر. فتح الله عليك. طيب لو رأى في الصدقة تصدق هذا الأخ مثلا، تصدق البارحة حتى يرى هذا، رأى في الصدقة، ما حكم هذه الصدقة؟ الصدقة مردود لا يقبل. حكمها
صحيحة، شرك أكبر، شرك أصغر، معصية كبيرة، شرك، شرك أكبر أصغر، أصغر أي شرك أصغر. طيب رأى في قول لا إله إلا الله، سلام عليك، رأى في قول لا إله إلا الله، ما الذي يعني؟ رأى في لا إله إلا الله، نعم شرك أكبر. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم سمى الرياء شرك أصغر. من يقول شرك أصغر؟ أنت؟ نعم النفاق. سبحان الله، أي نفاق أصغر أكبر؟ أكبر. لا لا يا نعم شرك أصغر، الرياء شرك أصغر. فلو رأى في لا إله إلا الله مشرك شرك أصغر، ليش أكبر؟ صح؟ بس بلا إله إلا الله وش الفرق بين الشرك في لا الرياء في لا إله إلا الله والرياء في الصدق؟ ما الفرق؟ رياء يعني، ما الفرق؟ مو هذا رياء وهذا رياء؟ لو رأى في لا إله إلا الله ورأى في الصدق، هل هناك فرق؟ لا، رياء أصغر. نعم الشيخ، الله أعلم في فرق، لأنه هو رأى بأصل الدين. نعم، إذا رأى في لا إله إلا الله هذا لم يدخل في الدين أصلا. هو يقول لك الآن ما هو الشرط؟ إخلاص. إخلاص، لو رأى في لا إله إلا الله شرك أكبر. لا ترجع عن قولك الأول. نعم فتح معك، شرك أكبر يا رجل، يرائي في لا إله إلا الله، إذا ما أراد بها وجه الله. وقال هنا الإخلاص، إذا لم يخلص في لا إله إلا الله. إذا هل هناك فرق بين الرياء في لا إله إلا الله والرياء في الصدقة؟ نعم، أصل الدين واحد. هذا هو، إذا الرياء في لا إله إلا الله أكبر، هذا لم يدخل في الدين، والرياء في الصدقة شرك أصغر. مفهوم؟ هذا يقوله، هو يقول مو أنا أقول، هذا يقول في الشروط. أجلس. نعم، الصدق المنافي للكذب. نعم، الصدق المنافي، الصدق المنافي للكذب، يعني يكون صادق في قول لا إله إلا الله، في أقواله وأعماله وفي اعتقاده. يصدق في ثلاثة أشياء، يصدق مع من؟ يصدق مع الله، ثم يصدق مع عباد الله، وهذا يأتي معنا في الصدق إن شاء الله تعالى، في أقواله وأعماله واعتقاله. وضد الكذب. فالآن المنافق نسأل الله السلامة عنه، يقول لا إله إلا الله، صادق؟ لا والله كاذب، كاذب في قول لا إله إلا الله. نعم، المحبة المنافقة للبغض. محبة؟ وش دخل المحبة في لا إله إلا الله؟ لا يمنع أحدهم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سبقهما. المحبة تكون إن شاء الله تعالى باب كامل في كتاب التوحيد. المحبة هنا يحب الله ولا يحب أحد مع الله. لو أحب أحد مع الله حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، جعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة مساوية لمحبة الله، وقع في الشرك الأكبر، شرك المحبة. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله في المحبة، يحب الله ولا يحب أحد معه، ويحب كل من أمر الله بمحبة، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة والصالحين. نعم، الأعمال يقول ابن القيم رحمه الله مبناها على المحبة. نعم، ضد المحبة البغض. ويأتينا إن شاء الله تعالى في نواقض الإسلام أنه من أبغض شيء قليل أو كثير مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ولو عمل به كفر. يعني أبغض شيء من الشريعة، يبغض الصلاة، يصلي لكن يبغض الصلاة، كافر. نعم، القبول منافي للرد. القبول منافي للرد، ما معنى القبول؟ لا بد أن يقبل كل ما جاءت بالشريعة، ولا يمكن يرد شيء. نعم، الانقياد منافي للترك. الانقياد إذا لا بد من عمل، قد يقول لا إله إلا الله ولا يعمل.
ما يصلي، ترك الصلاة بالكلية. نعم. وأن يكفر بما يعبد من دون الله. ذكرنا بالأمس أن لا إله إلا الله لابد لها من ركنين، نفي وإثبات، كفر وإيمان، تخلية قبل التحلية. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فإن شك في تكفير من كفر الله أو توقف أو تردد فهذا ليس موحد. إذا لابد أن يكفر بما يعبد من دون الله. لا إله نافيا جميع معبود من دون الله، لا معبود بحق إلا الله مثبت عبادة إلا واحدة لا شريك له. فإن شك في كفر اليهود والنصارى الذين براءتهم الدعاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن النبي أو توقف أو تردد ليس واحد. نعم انتهت؟ كم هذا؟ ثمانية. الشروط سبعة أو ثمانية؟ سبعة والثمانية نضيف إلها آخر كلام. سبعة ثمانية سبعة. إذا ذكرت ثمانية لماذا؟ سبعة. عيد من جديد. العلم المنافي للجهل. اليقين. علم ويقين. إخلاص. وإخلاص. صدق. صدق. محبة. محبة. انقياد. انقياد. قبول. قبول. الكفر بما عبد الدول. هذه ثمانية، كيف تقول سبعة؟ ما تعرف الحساب؟ سبحان الله، اللي ما يعرف الحساب هؤلاء النصارى ما يعرف الحساب. تعرف ولا ما تعرف؟ النصارى يعرف الحساب؟ يعرف. لا ما يعرف والله. والله ما يعرف، ابن القيم يقول هذا مو أنا. النصارى يعرف الحساب؟ والله ما يعرف الحساب. واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كم؟ ثلاثة. إذا تعرف الحساب أنت، النصارى يقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. صح ولا لا؟ ما تعرف هذا؟ اعرف الآن. نعم. ما يقول هذا في الرب والابن والروح؟ يقول شيء واحد. واحد. واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. هذا جهل في الحساب. كم شروط لا إله إلا الله؟ كم؟ ثمانية. قبل واحد. إيه الحمد لله. أجلس. ماني أعيد لي الشروط. هذا قبل ما نشوف. بسم الله. العلم. العلم بمعنى لا إله إلا الله. واليقين. واليقين. ضد اليقين. الشك. وضد العلم الجهل. إذا تعلم الناس تقول لابد أن تتعلم معنى لا إله إلا الله حتى تنفع. نعم. ويقين ولا تشك. نعم. نعم. وإخلاص لا شرك لا رياء. ولو تراي لا إله إلا الله ليس كالرياء بالصدقة. صحيح. والصدق لابد أن تصدق مع الله ثم مع عباد الله، تصدق في أقوالك وأعمالك واعتقادك. محبة تحب الله ولا تحب أحد مع الله، وتحب كل من أمر الله بمحبته. انقياد لابد أن تعمل، ولو تركت العمل كافر. والقبول ما في الرد. القبول المنافي للرد. تقبل كل ما جاء بالشريعة. والكفر بما يعبد من دون الله لأن ركن الشهادة. نعم. طيب الله يفتح عليك. ثم ذكر الشرك حتى نحذر منه. فالشرك إما شرك أكبر أو شرك أصغر. وسيأتي معنا بإذن الله تعالى كتاب التوحيد الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر نسأل الله السلامة عليه، إذا مات عليه فهو مخلد خلد أبدي في النار. والشرك الأصغر إذا مات عليه يعذب بقدر الشرك ثم يدخل الجنة. لكن الأصغر يؤدي إلى الأكبر، فلا بد أن نحذر من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. الشرك الخفي هل هو قسم ثالث؟ بعض العلماء يرى أنه قسم ثالث، وبعضهم يرى أن الخفي أحيانا يكون أصغر كالرياء، خفي لكنه أصغر، وأحيانا يكون أكبر بالنفاق الاعتقاد، خفي لكنه أكبر. مفهوم؟ نعم.
نريد أمثلة على الشرك الأكبر. من يعرف أمثلة؟ مثال، مثال واحد على الشرك الأكبر. الذي لا يعرف الشرك قد يكون واقع فيه ولا يدري. نعم. ذبح لغير الله. ذبح لغير الله. ذبح لغير الله. خطأ. خطأ. أنا أقول لك خطأ. الذبح لغير الله خطأ. الشرك الأكبر خطأ. ذبح حتى يأكل، ذبح حتى يبيع الذبيحة، هذا شرك أكبر؟ يا أخي اصبر معي، الذبح لغير الله أنت تقول، خليك على هذا، ذبح هذا الأخ لأنه جزاء يبيع لكم، ما حكم هذا الذبح؟ طب كيف تقول شرك أكبر يا أخي اتق الله؟ ذبح للجن ذبح للجن؟ هذا مثال، أنت الآن بدأت تمثل، في القبل من قبل قلت الذبح لغير الله، لابد من قيد، ما هو القيد؟ إن شاء الله تعالى الله يفتح عليك. نعم هذا الكلام. إذا عيد العبارة الآن، الذبح لغير الله محبة وتعظيم. عيد الذبح لغير الله محبة وتعظيم. عندنا ذبح جائز. نعم فتح الله عليك. مثل الذبح للجن، للجن ذبح للأولياء، للقبور، لأصحاب القبور في وجه السلطان محبة وتعظيم. فتح الله عليك. نعم. يعرف معنى لا إله إلا الله ويجحد ولا يقوله كفرا وطغيانا. طيب مثل الكفار على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أخوانا مثل الشرك نعم أخي. عبادة إله دون الله عز وجل. العبادة كل من صرف شيء من العبادة لغير الله مش شرك أكبر. نعم فتح الله. دعاء الأموات. الدعاء أخذنا بالأمس. أي دعاء؟ أموات والأصنام. دعاء ماذا؟ دعاء طلب الشفاعة. عبادة ولا مسألة؟ درست عبادة. دعاء العبادة ذكر هذا. لسان الحال. طيب والثاني دعاء المسألة شرك أكبر؟ فيما لا أقدر عليه لله أو فيما أقدر عليه المخلوق إذا اختر شرط من الشروط الأربع. مجلس فتح الله. طيب أمثل الشرك الأصغر. أمثل الشرك الأصغر. نعم. الرياء سماه النبي صلى الله عليه وسلم شرك أصغر. غير الحلف بغير الله. الحلف بغير الله قول ما شاء الله شئت فتح الله عليك. طيب لابد أول شيء أخوانا تقرأ ما الله أعلم ما قرأتم إلا الدروس المهمة وزعت عليهم؟ توزع عليهم ونسألهم بعد الظهر إن شاء الله. طيب من يذكر لي شروط الصلاة؟ الحمد لله. والبقية؟ نعم أخي. نعم. الإسلام. امشي. العقل. تمييز. ستر العورات. مال القبلة. النية. رفع الحدث. إزالة النجاسة. دخول الوقت علم جديد رفع الحدث إزالة النجاسة إسلام إسلام أي هكذا إسلام طيب العقل أجلس فتح الله عليك من يذكر لي شروط الصلاة الله يفتح عليك يذكر شروط الصلاة هون واضحة ما في مشكلة الذي لا يعرف شروط الصلاة قد يدخل في الصلاة شروط الصلاة لا يقبل فيها حتى الجهل يقبل فيها الجهل؟ جاهل صلى بغير وضوء جاهلا أن الوضوء شرط من شروط الصلاة فصلاته باطلة لا يقبل فيها لا جهل ولا إسلام ولا عم تعال هنا أفسح الله خيركم نعم من يذكر لي شروط الصلاة يلا شوف بسم الله الشرط الأول إسلام عجيب هذا والله عجيب إسلام شروط الصلاة الإسلام لعلك واهم يا رجل لا سبحان الله أصلا ما يصلي إلا المسلم الكافر تأمر بماذا تأمر بالصلاة أول ما يأمر بالكافر ماذا شهادة لا إله إلا الله التوحيد نعم شهادة دخول في الإسلام
فلماذا تقول في شروط الصلاة الإسلام؟ لماذا؟ ما الفائدة من هذا؟ الصلاة لا تقبل إلا من المسلم. يا أخي صحيح، لكن ما يخاطب بالصلاة إلا المسلم. كافر ما يخاطب بالصلاة، كافر أول ما يخاطب به ليقول أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا انتقل للصلاة. فلعلك واهم يا رجل. طيب لماذا يذكر الإسلام في شروط كل العبادة؟ أي عبادة من العبادات أول شرط الإسلام، لماذا يذكر علمها؟ ما الفائدة يا أخي؟ العبادة يعني لا تكون لغير الله إلا من مسلم. يا أخي إذا أسلم يصلي، لماذا تقول إسلام؟ ألغي الشرط هذا موجود يعني. طب لماذا يذكر العلماء في كل عبادة هذا الشرط؟ ما يمكن أن لا تراه في أي عبادة من عبادة، لا بد أن يكون في كل عبادة. في الصيام أول شرط الإسلام، في الزكاة أول شرط الإسلام، في الحج أول شرط الإسلام. سبحان الله، لماذا يا أخوانا؟ أمس أول كلمة تكلمنا بها على لأن هناك من يدخل في الإسلام وأتي يصلي ولكن يشرك بالله، تنفع؟ لا. إذن لابد من معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، لأن الشرك إذا دخل أفسد العبادات كلها، هذا أخطر شيء. صحيح، لأنه قد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول، ويوم يأتي قبل أن نكبر تكبيرة الحرام مثلا ينادي الولي يقول يا فلان صلاته ولا شك في بطلانه. إذا أول ما يؤمر بالكافر نعم الدخول في التوحيد، الدخول في الإسلام. فما تخاطب الكافر بالصلاة ولا بالصيام ولا بالختان ولا بغيره، تخاطب بماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. لو جاءتك مرأة سافرة وأرادت الدخول في الإسلام قالت ما أريد الحجاب، بماذا تفتين؟ ما تقول ما أريد الحجاب، ماذا تفتين؟ تقول له ومن خاطرك بالحجاب أصلا؟ نريد أن تدخل في الإسلام. فإذا دخلت في الإسلام بعد هذا تأمرها بماذا؟ بالحجاب. جاء نصراني، رجل نصراني جاء إلى الضحاك بن مزاحم، الضحاك بن مزاحم إمام، فقال يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر. ما هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الذي يمنع من دخول الإسلام أن الإسلام يحرم شرب الخمر. نعم، ما الفتوى؟ الفتوى تقول له لا تسلم واذهب اشرب خمر واصنع مشي. قال له الضحاك رحمه الله، قال اسلم واشرب الخمر، ما الإشكال؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسول. قال اسمع، أنت الآن مسلم، إن شربت الخمر جلدناك، وإن رجعت عن الدين قتلناك، مرتد. هل فتوى؟ هذا أصحابه فتوى الله عنه، قد يقول لا تدخل. صحيح؟ الآن يخاطب بعض الكفر، بعض الناس، بعض الكفر، يقول لابد من الختان، لابد تختتن. من خاطب بالختان الآن؟ ما يخاطب بالختان؟ يا أخي مسلمة سافرة أو كافرة محجبة، من ترجح؟ مسلم وسافر ما في إشكال، في إشكال، لكن ليش كالإشكال الأول؟ ثم إذا أسلمت يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله شرح الله صدرها للإسلام. إذا أهم شرط تجد في كل عندنا أربع شروط، هذه في كل العبادة احفظها، أربع شروط في كل العبادة: الإسلام والعقل والتمييز والنية. إسلام وعقل وتمييز والنية، هذه الشروط في كل العبادات، إلا قد يتغير بعض هذه الشروط في الحج والزكاة، هذا يأتينا في الحج والزكاة. لكن الإسلام ما يمكن، لابد في كل شرط من العبادة. الأول ما هو؟ الإسلام. فلو صلى الكافر فصلاته باطل، كيف يصلي الكافر؟ قلنا قد يشرك بالله شرك أكبر ويصلي فصلاته باطل. الإسلام الثاني
العقل. العقل. فلو صلى المجنون فصلاته باطلة. مفهوم؟ مفهوم يا أخي؟ مفهوم. نعم. طيب. تمييز. اسمك معي. فلو صلى المجنون فصلاته باطلة. طيب لو صلى السكران. من يعرف؟ أخواننا سكران وصلى. لا نعم يا أخي. لماذا؟ مجنون؟ ليس مجنون، سكران. يا أخي هل السكران مجنون؟ لا، المجنون أحسن منه، لأن المجنون جن بغير اختيار، وهذا الاختيار صح؟ صلاته باطل من باب أولى. نعم، هذا مجنون زيادة. فتح الله عليك. الثاني العقل، والثالث تمييز. التمييز ما هو التمييز؟ التمييز هو التفريق بين الأشياء. فإذا كان يعرف يفرق بين الأشياء فهذا مميز. تقول له اجلس يجلس، اسكت اسكت، تعال يأتي، هذا مميز، يعرف انه هذا ماء وهذا نار. فهل تصح صلاة الصغير؟ نعم أم لا؟ من يعرف؟ هل تصح صلاة الصغير؟ نعم أم لا؟ نعم تصح. تصح خطأ. من يقول لا تصح؟ نعم يا أخي في الأخير. لا تصح إلا إذا كان يفرق من بين الحق والباطل. هذا هو. إذا كان يميز فصلاته صحيح. فهذا قال أخي الصغير يصلي مع يحيى، صلاته صحيحة أم باطلة؟ إذا كان يميز. نقول إذا كان يميز فصلاته صحيح، وإذا كان لا يميز فصلاته باطلة. وفي الغالب أن ابن 7 سنين يميز. فتح الله عليك. انتبه يا أخي، هذا يذكر شروط يا أخي. أخوان أنت انتبه للشروط. السؤال على الشرط. نعم من جديد. الإسلام. الإسلام. العقل. وضد الكفر. والعقل ضد الجنون. والتمييز ضد غير المميز. التمييز ليس البلوغ، انتبه. من قال البلوغ؟ في أحد قال؟ لا. الحمد لله. الثالث النية. النية عندنا هذه قلنا 4 تذكرها في الأول حتى يكون في كل عبادة، إلا أن بعضها يتغير في الحج والزكاة. انتبه. النية هي الله يقول اللهم إني نويت أن أصلي في هذا اليوم يوم الأحد الموافق 21 من شهر محرم عام 1435 هجري من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، مصليا في دولة تركيا في مدينة ريزة في مسجد كذا مؤتمن بالشيخ اسمه عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن، وبجانبه على اليمين ها عبد الرحيم، وبجانبه على اليسار خالد. فرب تقبل مني الساعة الموافق للساعة 5:55 بتوقيت تركيا، مصلي ركعتين صلاة الفجر، فسرها لي وتقبل مني يا رب العالمين. ما تجوز النية في القلب، التلفظ بالنية ما يجوز. النية محل القلب، التلفظ بها بدعة. وما هذا العبث وهذا اللعب؟ قد يكون الإمام انتهى من الصلاة وهذا باقي في النية، يعد الذي بيمينه عن يساره والساعة وكذا. ما الدليل أنه لا تلفظ بالنية في الصلاة؟ دليل خاص. قول الدليل الخاص انه لا تلفظ بالنية في الصلاة. من يعرف؟ ما حد يعرف؟ نعم اخي. نعم نعم ليس عليها من نوع هو هذا عام، انا ابقى خاص في الصلاة انه لا نية في الصلاة. في الصلاة. حديث صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وكانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين. يا اخوان لا احد يعترض عليه، فتح الله عليه. طيب انا اريد هذا غير. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم الله يفتح عليك. قول النبي عليه الصلاه والسلام للمسيء في صلاته يعلم الصلاه الان، قال اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء فكبر، ما قال فقل اللهم نويت ان اصلي في هذا اليوم. فتح الله عليك. نعم إسلام وعقل وتمييز والنية، والنية محل القلب والتلفظ بها بدعة في كل عبادة، في كل لا تستثني شيء. امشي. رفع الحدث.
رفع حدث. أي حدث؟ حدث أكبر وحدث أصغر. صلوا عليه حدث أكبر، صلوا عليه حدث أصغر، صلاة باطلة. نعم. إذا تمكن من إزالة الحدث. نعم. إزالة النجاسة. إزالة النجاسة، لابد من إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء: عن البدن والبقع المكان وعن الثوب. نعم. ستر العورة. ستر العورة أحسن من ستر العورة أخذ الزينة في الصلاة، لأن هذا الذي جاء في القرآن. مفهوم؟ طيب، العورات ثلاثة عندنا. العورات كم؟ ثلاث عورات. هذا يذكر ابن السعدي رحمه الله، قال العورات لا يرفع رجله. اي تربع قدم. تقدم. العورات ثلاث: عوره مغلظه ومخففه ومتوسطه. كم؟ مغلظه، مخففه، متوسطه. عوره مغلظه ومخففه ومتوسطه. ماذا؟ عورة؟ ما يعرف عربي؟ تعرف؟ يلا بسم الله. عورة مغلظة ومخففة ومتوسطة. العورة المغلظة عورة المرأة الحرة البالغة. عورة المرأة الحرة البالغة. عورة المرأة خرج بهذا الرجل، الحرة خرج بهذا الأمر، البالغة خرج بهذا غير البالغة الصغيرة. هذه عورة مغلظة، لابد من ستر جميع البدن إلا الوجه، وعند الأجانب تغطي حتى الوجه. مفهوم؟ هذه عورة المرأة الحرة البالغة نغلظ عليها. عورة المخففة عورة الذكر خرج بهذا الأنثى. الذكر ابن 7 سنين 10 سنين يستر الفرجة وصلاته صحيحة، ما عدا المغلظ والمخفف عورة متوسطة يستر من السرة إلى الركبة مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة في الصلاة. من يعيد لي هذه الأنواع الثلاثة؟ ما شاء الله. فقط. بسم الله. عورة مغلظة. مغلظة. تكون المرأة. مرأة حرة بالغة. تستر جميع البدن إلا وجهها، عند الأجانب تغطي حتى الوجه. المتوسطة تكون الرجال ما بين السنة. لا لا، خل متوسطة، مخففة. مخففة تكون صغير. للذكر. ابن 7 سنين 10 سنين أستر فرجة. ما عدا المغلظة مخففة. متوسطة. متوسطة. ما بين السرة والركبتين يستر ما بين السرة للركبة مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل. فتح الله عليك. من يعيد لي هذا المعثر؟ نعم. مغلظة ومخففة ومتوسطة. المغلظة المرأة الحرة البالغة. المرأة الحرة البالغة. مخففة للذكر ابن 7 سنين 10 سنين يستر فرجها. متوسطة يستر عورة الرجل البالغ. ما هو ما قلنا؟ أنا قلت الرجل البالغ، قلت ما عدا المغلظة المخففة متوسطة. عد من شئت من السرة إلى الركبة مع استحباب ستر العاتقين. أسأل الآن. أسأل الآن. أسأل عورة الأمة. أمة مملوكة يعني. نعم. جاي مغلظة مخفف متوسطة. من قال مغلظة؟ قلنا المغلظة المرأة الحرة البالغة. المرأة خرج بهذا الرجل، الحرة خرج بهذا الأمة. إذن الأمة عورتها مغلظة ومخففة ومتوسطة. متوسطة. متوسطة نعم. عورة الجاري بنت 7 سنين مخففة. تقول الذكر ابن 7 سنين 10 سنين متوسطة. إذا عندنا اضبط المغلظة المخففة، ما عدا المغلظة المخففة متوسطة. احنا
احنا لا نتكلم عن النظر الى المرأة، لا نتكلم عن حجاب المرأة المسلمة، ولا نتكلم عن النظر الى الأمة، ما نتكلم، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن صحة الصلاة. أما صلت سترت من السر ولا الركبة صلاتها استغفر الله العظيم صحيحة حرة سترت من السر ولا الركبة وصلت فصلاتها كانت بالغة صحيح باطلة لما كانت غير بالغة صغيرة اي نعم سبع سنين اما حرة حرة باطلة. غير بالغة اقول سبع سنين يا رجل غير بالغة سبع سنين غير بالغة صلاتها صحيحة يا اخواننا احنا لا نتكلم عن النظر وعن الحجاب ما نتكلم الان نتكلم عن ماذا صحة الصلاة اتصلت يعني المرأة برجل يفتي في بعض الدول فقالت لها يا شيخ أصلي أحيانا أكون بلباس البيض نسأل الله السلامة وأدخل إلى الخيمة وما يراني أحد أصلي بلباس البيض ماذا عليك؟ قال أرى الله أعلم أن عليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وما نتكلم إخوان إحنا لا نتكلم الآن عن نظر المرأة أو كذا نتكلم عن صحة الصلاة مفهوم بعدها استقبال القبلة فلا بد من استقبال القبلة سواء كان من يعرف استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة صحيح في الفريضة أو في النافلة من يعرف نعم أما النافلة الآن يأتي وصلي هنا ما في إشكال لا النافلة لا بأس لا بأس لا بأس أنت تصلي الحين النافلة هذا الاتجاه؟ أنا لا أصلي ولكن حسب كلام كل قادر وما أستطيع أصلي لا يستحب لا استقبال قبلة هذا خطأ هذا فتوى باطل طيبين ما باطل أجل أنا أعلمك لما يا إخوان استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة في الفريضة أو في النافلة من يعرف؟ لا أحد يعرف استقبال القبلة نعم في الفريضة في النافلة لا بد من استقبال القبلة في الفريضة وفي النافلة أيضا خطأ أجلس لا أخطأ نعم نعم في الفريضة يجب أن يستقبل القبلة طيب مو يجب شرط من شروط الصلاة نعم في النافلة إذا لم يتيسر له جاز يعني أن يصلي لغير لا أجلس إذا كان على ظهر بعير على راحلته ما عنده بعيرة الآن عنده سيارة سيارة تقوم مقام البعيرة أجلد استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة في الفريضة وفي النافلة إلا أن النافلة في السفر يصح أن تصلى في السفر حيث توجهت به الدابة الراحلة الطائرة القطار السيارة مفهوم؟ يعني الآن في الحضر الآن ما حكم استقبال القبلة لغير المسافر في النافلة شرط في الفريضة شرط ما حكم استقبال القبلة للمسافر في الفريضة شرط ما حكم استقبال القبلة للمسافر في النافلة نقول يصلي حيث توجهت به الدار تمشي السيارة في هذا الاتجاه لو صلى لهذا الاتجاه صلاة باطل لأنه أين الآن تتجه هكذا هذا الاتجاه يصلي إليه مفهوم فقط النافل طيب بعدها دخول الوقت دخول الوقت فلو صلى قبل الوقت باطل الصلاة صلاة باطل بعد الوقت تعمد إخراج الصلاة عن وقتها باطلة نعم باطلة اي نعم طيب بعد تسعة خلصت يا رجل متأكد عيد من جديد تسعة شروط الصلاة بالله في دليل من كتاب او سنه او قول صحابي واحد ان شروط الصلاه تسعه؟ لا بس هذا المجموعه من قال هذا المجموعه؟ ما عدم من عدم؟ هذا العلم اي نعم نظر العلماء هذا قلنا السبب والتقسيم نظر العلماء في دليل كتاب السنه وجد ان شروط الصلاه تسعه ما يزال عليها الله افتح عليه اجلس من يعيد لي شروط الصلاه؟ لا نعم بس
الإسلام خرج بهذا. عقل. خرج بهذا الإسلام. عقل تمييز. الإسلام خرج به. ضد المسلم. كافر. فلو صلى الكافر. لا تقبل الصلاة ولا مطلوب. باطل. غير مخاطب الصلاة. نعم. فلو صلى المشرك. لا تقبل الصلاة. من يذبح لغير الله محبة أو تعظيم. صلاة باطل. اجلس. اللي بعده. نعم آخر. الشرط الثاني. العقل خرج بهذا. فلو صلى المجنون. السكران. السكران يا رجل. أشد من المجنون. أشد من المجنون. ما طلع بزيادة. المجنون أفضل منه. والله صحيح. صحيح. نعم. هذا تقدم. الذي يقال أنه تقدم وتطور وحضارة يذهب عقل. نعم. هذا الثاني. اجلس. الشرط الثالث من شروط الصلاة. الإسلام والعقل والتمييز. ما معنى التمييز؟ تمييز. التفريق بين الأشياء. فإذا كان يميز يفرق صلاته صحيحة، لا يميز صلاته باطل. أجلس. ما حكم صلاة الصغير؟ ما حكم صلاة الصغير؟ إذا كان يميز فصلاته صحيحة، غير مميز فصلاته باطل. في الغالب ابن 7 سنين يميز. نعم. بعد من الشرط. نعم. النية. النية محلها القلب والتلفظ بها في كل عبادة. أجلس. نعم. دخول الوقت. دخول الوقت. صلنا قبل الوقت. صلاة الظهر. الآن هذا الأخ يريد يصلي الظهر. قال إني متعب أخشى إني أنام وما أدرك الظهر. أريد يصلي الظهر الآن وتبرأ ذمتي ولله الحمد. صلاة الظهر. من ما دخل وقت صلاة الظهر. طيب. تعمد إخراج الصلاة عن وقتها. صلاة الظهر. باطل. سؤال. وضع المنبه. وأوصى هذا أن يوقظ للصلاة. هنا استيقظ الساعة 7:00 طلعت الشمس، صحيح؟ طيب، عندما استيقظ الساعة 7:00 قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهبت الصلاة وكذلك الدرس ذهب. أنام الآن إلى الساعة 10:00، أرتاح وأقوم أصلي الفجر الساعة 10:00 وأنا نشيط. صلاة باطل. نعم. صلاة باطل. المنفق بده يصلي الصلاة لأنه ذكرها. اللي صلى قال ماشي. نام عن صلاته. هذا يقول دائما أصنع هذا. كيف باطل. خرج عن وقته. خرج عن وقتها هو ما فرط يا أخي وضع المنبه أو صح. صحيح هذا الكلام مو صحيح. عندما نام إلى الساعة 7:00 هذا كان بغير تفريط. لكن عندما استيقظ الساعة 7:00 الآن أصبح مخاطب بالصلاة. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكر. الآن بالنسبة لهذا وقت صلاة الفجر عند هذا هو الساعة 7:00 لأنه هنا انتبه. إذا تعمد ونام من 7:00 للـ10:00 نقول له لا تصلي. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول له لا تصلي. تعمد إن لم نقل يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هذا استعمال غلظة في موضعه إن لم نقل بكفره. ما كفر أحد هذا بس إن مفهوم؟ طيب مرة أخرى صلاة الظهر والساعة كم صلاة الظهر؟ 11:20 هذا وضع المنبه وأوصى كذا المهم ونام استيقظ الساعة 12:00 قال إنا لله وإنا إليه راجعون أنام الآن إلى 12:30 ماذا عليه؟ صلي إذا استيقظ. صحيح. ما الفرق؟ في الوقت. نعم إن هنا في الوقت وهناك خرج الوقت. فتح الله عليك. بعد من الشروط. أخونا شروط الصلاة. شرط واحد أذكر أنا. أخذ الزينة. أخذ الزينة أو ستر العورة. وقلنا العورات ثلاث. مغلظة مخففة متوسطة. المغلظة عورة المرأة. الحرة البالغة. والمخففة مغلظة تستدي مع البدن إلى وجهه
والمخففة المخففة للذكر الذكر ابن سبع سنين عشر كسر فرجة وما عدا مغلظة مخففة متوسطة أعطنا أمثلة متوسطة ما بين السرة والركبة من؟ للرجل مثال الرجل ما بين السرة والركبة البالغ ولا غير البالغ؟ لا البالغ البالغ 11 سنة ذكر ولكن غير بالغ مغلظة مخففة متوسطة مخففة 11 قلنا من 7 سنين 10 سنين 11 مو متوسطة نعم متوسطة أجلس طيب بعد هذا من شروط الصلاة خل ما أصل كل واحد يعطينا شرط نعم إزالة النجاسة عن ماذا؟ طهارة البدن والثوب البدن البقعة والثوب لابد من إزالة النجاسة على ثلاثة أشياء بدن بقعة ثوب فلو صلى على بدن النجاسة باطل الصلاة على ثوب باطل في مكان نجس باطل صلى في الحمام الحمام المغتسل ولا وش طمعنا أنا صلى في الحمام باطل باطل نعم صلى أكرمك الله في مزبلة إذا ما فيها نجاسة أقول مزبلة تقول لي ما فيها نجاسة باطل نعم أسئلة غريبة أخوان صلى وعلى ثوب نجاسة باطل هذا إذا كان عالم بها وإذا كان لا يدري عنها فالصلاة صحيحة مفهوم؟ طيب هذا الأخ وهو يصلي مر طائر وأسقط عليه شيء ماذا يصنع؟ يزيله ما أزاله كأكمل الصلاة علم به بعد الصلاة علم به وهو يصلي وهو يصلي رأى النجاسة على يده وأكمل الصلاة صلاته باطلة خطأ صحيحة خطأ نعم دور غير هذا الصلاة صحيحة إلى حد لا كيف صحيحة الصلاة ما تتجزأ يا أخي اتق الله خليك واقف نعم إذا كان الطائر هذا يأكل لحمه ف... نعم هذا فقير نظر في الطائر هكذا وجد يأكل لحم أكمل الصلاة فصلاته صحيح لأنه باول وروث ما يأكل لحمه فهمت؟ وإذا نظر وإذا هو غراب ماذا في لحمه نجس وأكمل الصلاة في الصلاة تبع نعم فتح الله عليك فهمت؟ أجيب بعده نعم في الفريضة وفي النافلة في الفريضة والنافلة في الحضر وفي السفر في الحضر وفي السفر إلا أن النافلة في السفر يصح أن تصلى حيث توجهت بالدابة أو الراحلة أو القطار أو السيارة سؤال هذا الأمر من أين أنت؟ سوري. من سوري وهو ماشي الآن في الطريق ماشي في الطريق برجلي الله أكبر سبحانك الله وبحمدك الله عذب الله مشهد وأخذ يصلي وهو ماشي من سوريا إلى تركيا أخذ يصلي وهو يمشي برجلي ما حكم صلاة خطأ باطل خطأ من يعني نعم يصلي الزيدان فريضة أو فريضة فريضة؟ أي نعم يصلي الظهر مستقبل القبلي أم نعم إذا كان مستقبل القبلي صحيح طيب هذا يأتينا ما هو مستقبل غير مستقبل القبلي سوريا تركيا مستقبل قبلة مو مستقبل قبلة إذا كانت القبلة غير بادي بالنسبة له فيتحرى نعم الصلاة الصحيحة باطلة غير مستقبل القبلة فريضة سؤال واضح ها باطل لابد من استقبال القبلة في فريضة نافلة في السفر نعم في سفر هو في سفر صحيح لأنه يصلي حيث توجهت به الدابة أو الراحلة القطار أو حيث توجه مفهوم؟ هذا أقول صحيح الفريضة عند الخوف صحيح
خائف من العدو وفرق ودخل وقت الصلاة وخاف أن يخرج وقت الصلاة أخذ يصلي وهو يجري فصلاته صحيح صلاة خوف غرق في البحر وهو يسبع دخل وقت الفجر وخاف خروج الوقت ماذا يصنع؟ يصلي وهو يسبع نعم مفهوم مو هو يسبع يعني لا في الخوف هنا نعم طيب بعده من الشروط بقي؟ لا لا رفع الحدث الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر والأصغر صلى على حدث أكبر باطلا أصغر باطلا ناسي ناسي باطلا نعم يا أخي ناسي ناسي باطلا عامد باطلا جاهل باطلا لأن هذا شرط وجود لا كلام يعني لا تفسير دائما باطل باطلا نعم ما استطاع رفع الحدث هذا الأخ قدر الله عليه مقيد بالسلاسل استقبل قبلة قل ما استطيع ستر عورة قل ما استطيع رفع حدث لا يستطيع إزالة نجاسة لا يستطيع مفهوم؟ شوف كم شرط الآن ترى استقبل قبلة وستر عورة وإزالة النجاسة ورفع الحدث خلاص؟ نعم هذه كلها ترك ما يستطيع مقيد بالسلاسل ماذا يصنع يصلي على حاله سبحان الله نعم يصلي على حاله يصلي على حاله وصلاته صلاته صحيحة هذا نعم يصلي على حاله وصلاته صحيحة فتح الله عليه طيب لا ما أسمع شيء أركان الصلاة نعم بما دون الله نعم شروط الصلاة شروط الصلاة هذه شروط لا إله إلا الله اجلس نعم كبيرة الأحرار خطر خليك واقع شروط الصلاة أركان الصلاة أخواني ما تصلوا أركان الصلاة ماذا تسمع في الصلاة أركان الصلاة نبغى الأركان نعم القيام مع الفترة بعدها تكبير الإحرام قراءة سابقة هذا العلم أجلس شوف العلم متى دخل مرتب بإذن الله يخرج مرتب لكن يدخل مشوش لا يخرج إلا إن شاء الله تسأل عن الطلاق ما أركان الصلاة؟ أقول أركان الصلاة أركان الصلاة اللهم صل على محمد السجود على السبعة نعم وقراءة الفاتحة و تقول يا أخي روح وتعلم وادرس على طريقة السلف تأتي تسأل هذا ما هي أركان الصلاة؟ قل بسم الله قيام عن قدرة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة ركوع تقول حسب ممتاز تسأل عن الوارثين من الذكور قال الوارثين المعتق وال أخ الشقيق وابن عم شقيق والزوج يا أخي ممكن ارتفع ضغطك حتى اتي بالوارثين 15 هذا ما يعدل الا ان شاء الله اما الثاني 9 وارثين يقول الابن وابن الابن والاب والجد واخ شقيق واخ لاب واخ لام وابن اخ شقيق وابن اخ لاب وعم شقيق وعم لاب وابن عم شقيق وابن عم لاب والزوجه معتق الحمد لله هذا حامل احفظ كل حامل امام يصمد صمد لان العلم دخل ايش مرتب بإذن الله متى شئت يخرج مرتب مفهوم؟ طيب فلو ترتب العلم حتى الترتيب تمشي على هذا الترتيب الآن مثلا الصبر أمس أخذنا الصبر رتب العلماء الصبر على هذا التقسيم صبر على طاعة الله ما يصح أن تقول أقسام الصبر ثلاثة الأول الصبر على المحارم على المحرمات
أو الصبر على قدر الله خطأ. أتيك ليش خطأ؟ رتب وترتب كما رتب، صبر على طاعة الله وعلى معصية الله وعلى أقدار الله على هذا الترتيب. لماذا تعرف إن شاء الله؟ مفهوم؟ فالعلم إذا دخل مرتب بإذن الله متى شئت يخرج مرتب، أما يدخل مشوش لا إلا إن شاء الله. أركان الصلاة، القيام مع القدرة، القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، اصبر معي، القيام مع القدرة، فلا بد من القيام في الفريضة أو في النافلة. في الفريضة والنافلة، في الفريضة والنافلة خطأ. القيام مع القدرة في الفريضة، أما النافلة يصح أن يصلي النافلة جالسا لكن يأخذ نصف أجر القائم. إذا القيام مع القدرة أي في الفريضة، هذا ركن من أركان الصلاة. كيف نعرف أنه قادر أو غير قادر؟ غير القادر أنه لا يقدر على القيام بالكلية، عاجز عن القيام مشلول، أو يقدر لكن مع ذهاب الخشوع يقول أنا أستطيع القيام لكن ألم شديد حتى لا أخشع في صلاة، فهذا غير قادر يصلي جالس. مفهوم؟ قال أقدر أن أكبر تكبيرة الإحرام وبعد هذا يأتيني ألم وأجلس، نقول لابد أن تقوم مقدار تكبيرة الإحرام أنك تقدر عليه، القيام مع القدرة. مفهوم؟ خرج بهذا العاجز، إما يعجز بالكلية أو يعجز عن البعض، إذا يعجز عن البعض يأتي بالبعض الآخر. مفهوم؟ أجلس. من يذكر لي أركان الصلاة؟ نعم القيام مع القدرة، قيام مع القدرة في الفريضة أو في النافلة؟ في الفريضة، في الفريضة، أما النافلة صح أن يصلي جالسا يأخذ نصف أجر القائم. الثاني تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام في الفريضة أو في النافلة؟ في الفريضة والنافلة يا أخي، تكبيرة الإحرام في الفريضة أو في النافلة؟ في الفريضة والنافلة. سبحان الله يا أخي، هي نافلة هذا لو لم يصلي النافلة على شيء؟ ما صلى النافلة على شيء؟ صلى لم يصلي النافلة، لم يصلي ليس على شيء، ليس عليه شيء. قال إذا أنا أصلي النافلة دون أن أكبر تكبيرة الإحرام، ماذا علي؟ لو أترك الصلاة بالكلية لا شيء علي. هذا أوجب على نفسه. يا أخي أوجب على نفسي ولا الآن صلى على النافلة ولم يقرأ فيها الفاتحة لأنها نافلة فصلاته باطلة. يا أخي لو ترك النافلة بالكلية على شيء؟ لو لم يصلها ما عليه شيء، ولكن لو دخل فيها وخرج بدون سبب فهذا عليه شيء. نعم. ما تصلح. خليك واضح. هذا الأخ صلى النافلة دون تكبيرة الإحرام ودون قراءة الفاتحة، لأنها نافلة، لأن لو ترك النافلة لأكملها لم شيء عليه. ما رأي؟ هو لا، إذا ترك النافلة ولم يصلي عليه شيء؟ نعم عليه. قال أنا أترك إذا شيء من النافلة ولا شيء علي، أصلي بدون تكبيرة الإحرام بدون قراءة الفاتحة. نعم. أخلي برقم من الأركان تكبيرة الإحرام. صحيح. ماذا علي؟ لا تجوز ضابط. طب لو ترك الصلاة ولم يصلي النافلة. النافلة؟ إيه. ما عليه شيء. طب إذا هو يترك الفاتحة. إذا ترك هو ركن من الأركان. نقول إما أن تصلي الصلاة كاملة، كاملة أو لا تصلي. هذا في النافلة، أما لا تصلي في الفريضة هذا كفر. مفهوم؟ نعم. يقول لعن هذا، هذا استهزاء. اجلس. طيب تكبيرة الإحرام في الفريضة وفي النافلة؟ في الفريضة والنافلة. في الفريضة والنافلة أكمل؟ لا، هذا يصلي خلف الإمام ولم يكبر للإحرام لأنه صلى خلف الإمام، ما حكم صلاة هذا؟ باطلة. يا أخي صلي خلف الإمام، إنما جعل الإمام يؤتم به. وإن كان كيف وإن كان؟ يصلي خلف الإمام، كبر قال الإمام يكبر عني، أقرأ الفاتحة قال الإمام يقرأ عني، يصح؟ لا ما يصح. الإمام ما يتحمل أركان، مفهوم؟ الإمام يتحمل أركان؟ ما يتحمل أركان. إذا لم يقرأ الفاتحة يعني أصلاً، إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام لم يدخل في الصلاة أصلاً. بعد قراءة الفاتحة اصبر معي. نعم.
أجلس. من يذكرك؟ ما عندنا إلا ثلاثة أرض. نعم أخي. بسم الله. قراءة الفاتحة. قراءة؟ فاتحة. كم آية من الفاتحة؟ كامل. لابد أن أقرأ الفاتحة كامل. مرتبة؟ لابد من قراءة الفاتحة أقول كاملة ما يترك منها شيء، مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها، لا يترك منها شيء، لو ترك منها شيء صلاته باطلة في الفريضة أو في النافلة. في الفريضة والنافلة يا أخي هي نافلة عبادة كمان. لابد في الحضر أو في السفر، في الأولى أو في كل ركعة، في كل ركعة، في السرية وفي الجهرية، وارتع. إذا لابد من قراءة الفاتحة كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها في الفريضة وفي النافلة وفي الحضر وفي السفر وفي كل ركعة. إلا أن إذا دخل إلى المسجد أو دخل في الصلاة وكان مسبوق وجد الإمام راكعا يركع، والركعة تحسب له. بماذا؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ فتح الله عليك. بعد هذا أركان إخوان أركان الصلاة. سبحان الله. هات يا شيخ. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده للإمام المأمون. أجلس. الركوع الركوع للإمام المأمون. أجلس. ما قال الإمام المأمون يا رب؟ قال هو المؤلف؟ ما قال؟ هذا سمع الله الحمد لله الإمام والمنفرد في واجبات الصلاة. يلا وقف مرة أخرى. الآن تستحضر إن شاء الله. من الأول أركان الصلاة. قيام على القدرة. قيام على القدرة. قراءة الفاتحة. تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام. قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة. الركوع. الركوع. الرفع من الركوع. الرفع من السجود على الأضلاع السبعة. على الأضلاع السبعة. نعم. الرفع من السجود. الرفع من الجلسة بين السجدتين. سبحان الله، ما الفرق بين الجلسة بين السجدتين والرفع من؟ لماذا هناك في أول الأمر قال الركوع ثم الرفع من، وهنا قال السجود على الأضلاع السبعة والرفع من هو الجلسة بين السجدتين؟ ما كان يكفي أن يقول الرفع من أو الجلسة بين السجدتين؟ لماذا قال الرفع من ثم الجلسة؟ زائد هذا لعلك مخطئ. واحد، في أول في القيام قال الركوع ثم الرفع من ثم السجود على السبعة ثم الرفع من والجلسة بين السجدتين. لماذا هو الأواق الجلسة بين السجدتين لم يكتفي بالرفع من؟ لماذا؟ واحد إذا أنت واحد. نعم. لأن في الركعة الواحدة سجدتين. نعم. ما قال سجدتين. في الركعة الواحدة سجدتين. أعرف أنا والله أعرف. بعد السجدة الأولى الجلوس وبعد السجدة الثانية. واضح. كان واضح. نعم. حتى لا يرفع واقفا. الله يفتح عليك. فتح الله عليك. لأنه قد يرفع من السجود للقيام وأراد أن ترتفع ثم تجلس. الله يفتح عليك. نعم هذا كلام صحيح. طيب ثم الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين التشهد. نعم. الجلسة بين السجود على السبعة. موفق منه الجلسة بين السجدتين. نعم. يا أخي ما تصلي؟ شوف أنت تصلي إيش تصنع؟ لا يا صاحبها. أجلس. نعم أخي. الطمأنينة في جميع الأركان. والترتيب. الطمأنينة هو أن يطمئن. وتحصل الطمأنينة بقول الذكر الواجب في كل ركن من الأركان. يعني في الركوع قال سبحان ربي العظيم في الغالب أنه حصل الطمأنينة، في السجود قال سبحان ربي الأعلى في الغالب حصل الطمأنينة،
خرج بهذا من لا يطمئن في الصلاة ينقر الصلاة نقر. مفهوم؟ نعم. الترتيب بين الأركان. ترتيب بين الأركان. مثلا أول شيء سجد ثم بعد هذا ركع. ما يسجد. طيب بعد. التشهد الأخير خارج بهذا التشهد الأول، لأن التشهد الأول واجب سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. الجلوس له. سبحان الله. لماذا يقول التشهد الأول الجلوس له؟ حتى لا يأتي به. لأنه قد يتشهد وهو قائم أو راكع أو ساجد. والجلوس له. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في فرق؟ في فرق. هل هناك فرق بين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الإبراهيمية؟ نعم فرق. الصلاة الإبراهيمية ركن؟ ركن. هذا فيه أن الحنابلة يعني يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، جعل الصلاة الإبراهيمية ركن. أي الوهابية قال عنهم صح؟ أي نعم. بعد هذا تبطل الصلاة بترك الصلاة الإبراهيمية، هذا دليل المحبة هذا. نعم. التسليمتان فتح الله عليك. من يعيد لي الأركان؟ بسم الله. القيام مع القدرة. قيام مع القدرة. تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام. الفاتحة. قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة. الركوع. ركوع. قيام مع الركوع. أو الرفع. الرفع من الركوع. نعم. على أضاء السبع. الرفع من السجود. نعم. الجلسة بين السجدين. سجود مرة أخرى. قال سجود مرة أخرى. في جلستين نسجد من الفاتحة. عندما قال السجود على السبعة يعني مرتب. الأولى والثانية. بعد هذا لا الطمأنينة والتوطين. صوتك باطل. اجلس. نعم. قيام مع القدرة. قيام مع القدرة. تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام. قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة. الركوع. ركوع. الرفع من الركوع. رفع منه. السجود على الأعضاء السبعة. السجود على الأعضاء السبعة. الرفع. الرفع. الجلوس بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين. الطمأنينة. الطمأنينة في جميع الأركان. ترتيب. ترتيب. التشهد الأخير. التشهد الأخير. الجلوس له. والجلوس له. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا العلم كم؟ 14. في دليل؟ لا بس قل نعم. استغفر الله. قل نعم. قل نعم في دليل. كل ركن من أركان ذكر العلماء رحمه الله تعالى له دليل بل أدلة. نعم ادلس. طيب واجبات الصلاة. واجبات الصلاة أخوان. سبحان الله. بسم الله. كم واجب الصلاه؟ هذا العيد. هذا هو العيد. سبر وتقسيم. قال الشروط كم؟ 9. اركان واجبات 8. هذا العيد. بهذا يضبط العيد. نعم 8. بسم الله. تكبيرات مع الاحرام. جميع التكبيرات عدا تكبيره الاحرام، لان تكبيره الاحرام هي من الاركان. ركن. فتح الله عليك. إذن تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، الجلسة بين السجدتين، هذا كله من الواجب. نعم. قول سمع الله لمن حمده. قول سمع الله لمن حمده يا أخي، هذا اللي ذكرته. قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. ربنا ولك الحمد للجميع. قول ربنا ولك الحمد للجميع. نعم. قول سبحان ربي العظيم في الركوع. سبحان ربي العظيم في الركوع. عندي سؤال. معلش انتظرني قليل. هذا الأخ في السجود في الركوع قال سبوح قدوس رب الملك توبح. الله أكبر ركع سبوح قدوس رب الملك توبح. سمع الله لمن حمده. صلاته. ما حكم صلاة هذا؟ صحيحة. ثبت دليل المدارس. خليكم. غيره. نعم. أيوه صحيح. مثله صحيح أوقع. غيره. نعم. في الفريضة غير صحيحة. وفي النافلة صحيحة. معنا. نعم. إذا
سهوا يسجد سجود سهوا وتعمد بطلت صلاة. فتح الله عليك. إذا متعمد فصلاته باطلة. إذا متعمد فصلاته باطلة. عالم خرج بهذا الجاهل. قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة يقول واجب. لماذا قال قول سبحان ربي العظيم؟ لأنه لو قال غير هذا من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته باطلة. لابد يقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم في الركوع، ولابد أن يقول مرة واحدة في السجود سبحان ربي العظيم، ثم يزيد بما ورد سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا. نعم إذا ترك قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع متعمد عامد عالم فصلاته باطلة، لأن قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب من واجبات الصلاة ويزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يذكر العلماء من الزيادة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه قدوس في الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يأتي بعد قول مرة واحدة أو أكثر لا أشكر. مفهوم؟ هذا اللي أريد أن يصل إليه. لابد وجوبا من قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة ويزيد بما ورد الثانية أو وبحمدك أو سبح قدوس أو سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر. مهم هذا أن يفهم. طيب لا ما النقاش لا قبل لا أجلس خطأ. هذا صار إذا كان عامل فصلاته باطلة. نعم إذا لابد في الركوع تنتبه أن تقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم، ثم تزيد بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا أشكال. في السجود مرة واحدة وجوبا قول هذا النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما الدليل؟ دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم اجعلوها دليل الوجوب. وغير هذا من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ نعم. اتركنا بالتعب بين واجبات. إذن قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، إذا قال بين السجدتين رب اغفر لي حصل الواجب، يزيد بما ورد صح؟ رب اغفر لي رب اغفر لي. طيب قال رب اغفر لي ولوالدي يصح ولا لا يصح؟ ثم قال ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي، يعني في المرة الأولى قال هو قال رب اغفر لي وثم قال رب اغفر لي ولوالدي يصح ولا يصح؟ لا يصح. ما تبغى غفران لوالديك الله يهديك. لا الصلاة العبادات وقفية نأتي بما الصلاة دعاء يا أخي، مو الصلاة لغة الدعاء؟ أي نعم. طيب ما قال رب اغفر لي ولوالدي ما يدعي لوالدي؟ ندعو في موطن الدعاء وهنا؟ هنا لا ندعو بدعة. نعم. طيب فتح الله عليك هذا كلام صحيح. نعم. والتشهد الأول والجلوس له. التشهد الأول خرج بعد التشهد الأخير. والجلوس له لأنه قد يتشهد وهو قائم. هاي ثمانية؟ عيد من جديد. جميع تكبيراتنا على تكبيرة الإحرام. طيب. قول سمع الله لمن حمده الإمام المنفرد. نعم. قول ربنا ولك الحمد للجميع. سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحد مرة واحدة قول سبحان وفي السجود مرة واحد سبحان ربي العظيم وبين السجدتين مرة واحدة رب اغفر لي وأزيد بما ورد التشهد الأول والجلوس الأول الله يفتح عليك اللهم نعم. بس في واجب شيخ واجب الاستعادة من الأربع ليس من الواجب جلس بعد مبطلات الصلاة الذي لا يعرف المبطلات قد تكون صلاته باطلة هو لا يدري لا يعرف مبطلات الصلاة أهم من السنة والله أهم. نعم من يعرف مبطلات الصلاة أخواننا إنها لله وإنها قد تأتي المبطل وتكون صلاتك باطلة. نعم الكلام مع العلم الكلام
مع العلم، الكلام العمد، العمد مع العلم والذكر. أربع أشياء علم جديد. الكلام العمد، العمد مع الذكر، مع العلم والذكر. نعم. أما الناس أحسنت، هو هذا خلاص يخرج كل شيء. تكلم متعمد عالم وذاكر فصلاته باطلة. خرج بها. ما لو تكلم ناسي فصلاته صحيحة، هذا يصلي ودخل، هذا دخل الغرب وقال له مرحبا ثم انتبه فصلاته صحيح. كلام العمد متعمد مع العلم والذكر. لو تكلم وهو جاهل تحريم الكلام في الصلاة، كما تكلم معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه، صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، قلت صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل في القوم، فقلت له يرحمك الله، فأخذ الصحابة ينظرون إلي يسكتونني، لكنني ما سكت، فقلت واثق لأمي يا ما لكم تنظرون إلي، فأخذ يضربون على أفخاذي يسكتونني ولكنني سكت. فعندما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال فوالله اليوم يدق جوال أو يتكلم أحد، يعني يا إخوان الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، صحيح؟ يعني هل يعني ما مر عليك يوم من الأيام دخلت المسجد وكان الجوال يدق؟ كل واحد يحدث منه هذا، فإذا حدث شيء يعني لا. قال فوالله ما زجرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، أقل شيء كان ينظر إليها، صحيح؟ نعم. فما صنعنا هذه الأمور كلها؟ فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، ولوالدي سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد والشكر، لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إنما هو التكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن. تكلم هنا في الصلاة جاهل، تكلم لمصلحة الصلاة. الإمام هدانا الله إياه. قابل الثالث سبحان الله، هذا يسبح له ركع، فهذا يسبح له قال سمع الله لمن حمده، يسبح له رجع للقراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ماذا يصنع؟ يكلمه، مفهوم؟ فهذا ينبه الآن، ينبه على ماذا؟ لأنه نبه بالتسبيح ما انتبه، يكلمه، نعم يكلمه. أما الدليل؟ حديث اليدين، كلم النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ في الصلاة، لأن لم تنتهي الصلاة، هذا الكلام في الصلاة، وبنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، إذا الكلام العمد خرج بهذا الجاهل والناسي ومن تكلم لمصلحة الصلاة، صلاته صحيح، نعم. ضحك. نعم. يضحك في الصلاة. ضحك. الضحك، نعم. الأكل والشرب. أكل والشرب. انكشاف العورة. انكشاف العورة. الانحراف عن جهة القبلة. طيب. العبث حاكة كثيرة متوالية عرفة لغير حاجة. انتقاض الطهارة. انتقاض الطهارة. هذه كم؟ ثمانية. أكيد. طيب. قبل هذا الأصل أن نأخذ الحركات في الصلاة. الحركات في الصلاة. الحركات في الصلاة خمسة. كم؟ خمسة. حركات في الصلاة خمسة. حركة مكروهة، حركة محرمة، وحركة مكروهة، وحركة مباحة، وحركة مستحبة، وحركة واجبة. كم؟ خمس حركات. حركات في الصلاة خمسة. محرمة، مكروهة، مباحة، مستحبة، واجبة. الحركة المحرمة
الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، حركة وكثيرة ومتوالية في العرف، يعني تنظر إليه كأنه غير مصلي لغير حاجة وهو يصلي. أخرج الجوال وأخذ ينظر، من يتصل علي أنا أصلي؟ وأخذ ينظر في الجوال ولعله يرد بلسان وكذا. فهذا تنظر إليه كأنه غير مصلي، حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة. خرج بهذا الحركة القليلة، الحركة القليلة لغير حاجة مكروهة، حركة يسيرة لكن لغير حاجة هذه إيش؟ مكروهة. حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة محرمة. مبطل الصوم، ضحك، الأكل والشرب، يضع هنا يعني سندويش مثلا وهنا بيبسي وأخذ يأكل يشرب، مبطل الصوم. التفات، حركة كثيرة، التفات عن القبلة، التفات يسير مكروه، كثير مبطل الصوم. طيب حركة مكروهة أخذ، حركة يسيرة غير متوالية لغير حاجة، الحركة التي تكون لحاجة حركة مباحة. هذا الأخ يصلي، سقط من جيبه شيء من النقود، خاف عليه من السلف، أخذ النقود وضعه هنا، يصح؟ يصح ولا أشكال، حركة يسيرة لحاجة، نعم تسرق؟ لا. دق الجوال فأدخل يده في جيبه بأدنى حركة وأغلق الجوال، يصح؟ يصح، يصح لا أشكال. حركة مستحبة سد الفرج مثلا، الحركة المستحبة هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة، والحركة الواجبة الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة. الآن هو يصلي، قلنا سقط على بدنه على غترة نجاسة، نظر إذا هو غراء، مفهوم؟ بول وروث، ملك الرحمة، ماذا يسمع؟ هنا عنده حركة واجبة وهي خلع الغترة هذه، مفهوم؟ أكمل الصلاة، مفهوم؟ طيب إذا هذه الحركات خمس حركات، تراجعوا لنا ما أخذنا إن شاء الله تعالى بعد الإفطار، تكتب لنا الاختبار، اختبار الصورة الثلاثة والقاعدة الرابعة. طيب مجرد ما انتهوا من الاختبار تسلموا الأوراق للمسؤول. بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى نختبر فيما أخذنا في شروط لا إله إلا الله، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، مبطلات الصلاة، ثم سنن الصلاة إن شاء الله تعالى نأخذها مع تطبيق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما أحب وأرضى، والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.